مرحب شهر الصوم مرحب ليالي. رمضان هو شهر الخير والبركة والعبادات، وصيام رمضان كله فوائد. فالصيام هو علاج للجسم لأنه بيخلص الجسم من السموم وبيحرق السكريات والدهون، بيساعد على فقدان الوزن بشكل آمن وسريع، بيعزز نضارة البشرة وبيقوي جهاز المناعة. علاج للنفس لأنه بيعلمها الصبر والإحساس بالغير وبيوحد الشعور بين كل الصايمين. علاج للمجتمع لأنه بينمي فكر التكافل الاجتماعي والعطاء والإيثار. علاج للروح لأنه بيهذبها وبيسمو بيها وبيقربنا لربنا أكتر بالعبادات والصلاة والقرآن والزكاة. يا رب تقبل صيامنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا تصحوا.